الرحيم، على بركة الله. مادة إنتاج المحاصيل متقدم، محاضرة 10. راح نتكلم اليوم عن نظام الزراعة الحافظة. هلا، نظام الزراعة الحافظة، شو هي الأسباب اللي دفعت حاليا التحول من أنواع نظم الزراعة المستخدمة إلى نظام الزراعة الحافظة، أو بتنشط أو بتشجع على نظام الزراعة الحافظة؟ شو الأسباب اللي من خلال تجاربكم يا شباب وخبرتكم العملية اللي بتدفع نحو التوجه نحو نظام الزراعة الحافظة؟ قلة الموارد المائية دكتور، واختصار بالتكاليف، يعني غيره. المشاكل، انجراف التربية والتصحر. إذا حل المشاكل غيره. أستاذ عبد الهادي، أنت معنا كمان؟ الأمراض المنتشرة وكذا، تخفيف من الأمراض على الإنسان، يعني يعني اللي بسبب استخدام الكيماوي يعني والمبيدات القاتلة. خلينا نقول الزراعة النظيفة، يعني إلى حد ما هي قريبة منها، يعني إلى حد ما. كمان يعني مشكلة التكاليف، لأنه صار بالتكاليف، نعم، يعني عملية الفلاحة المستمرة، يعني هاي سباحة مكلفة جدا. وتخفيف الكثافات مثلا، أو هيك كمان بتوفر مدخلات. يعني حتى يعني هي بتوفر حتى الوقت، انه بدل ما انا بدي وقت من اجل انه بجري عملية الفلاحة و للمحصول، حتى ازرع المحصول الثاني او احضر له او جهز له الارض، فهي بتكون يعني كمان يعني احدى الاسباب. اذا مثل ما ذكرت، هاي كل الاسباب اللي بعض الاسباب يعني اللي دفعت حاليا للتوجه لنظام الزراعة الحافظة، يعني مثل من هاي الاسباب، سواء تدهور الأراضي الزراعية، قلة الموارد المائية، الانجراف بشكل عام، سواء انجراف ريحي أو انجراف مائي، عملية الفلاحة المستمرة تؤدي إلى ضغط التربة، بتشكل عندنا طبقة صماء يعني بالتربة. كل هذا دفع إلى يعني محاولة زيادة الإنتاجية. فكانت يعني زيادة الإنتاجية مثلا باستخدام المدخلات، الأسمدة، المعدلات، البذار، المبيدات إلى آخره، هاي كان سبيل لزيادة الإنتاجية، لكن كان له تأثير سلبي على الأرض على المدى الطويل. لذلك حاليا أصبح هناك توجه للزراعة الحافظة أو الزراعة بدون حراثة. نظم الزراعة الموجودة عندنا مثل ما بتعرفوا هي ثلاث نظم أساسا. عندنا الزراعة التقليدية اللي نحن نعرفها، زراعتنا التقليدية، فلاحة، حراثة، تسميد، كل هاي الأمور إن إحنا بنتبعها، لكن هاي الزراعة التقليدية حاليا في يعني توجه للتقليل من الزراعة التقليدية والتوجه إلى الزراعات اللي يعني باستخدام يعني الحراثة، أقل ما يمكن من الحراثة. النوع الثاني من الزراعة زراعة بالحد الأدنى من الحراثة، والنوع الثالث هي الزراعة الحافظة أو الزراعة بدون حراثة، ولها أكثر من اسم، يعني زراعة على الجلد، الزراعة الصفر، صفر حراثة، زيرو إلى صفر تلج، آخره. زيرو تلج، نعم. فهاي كلها هي عبارة عن مسميات للزراعة الحافظة. شو مقصود بالزراعة الحافظة يا شباب؟ نزرع بدون ما نقلب التربة دكتور، هذا واحد مثلا. أو الفلاحة بدون حراثة. الفلاحة بدون حراثة، أو الزراعة بدون حراثة، يعني نحن ما بنجري حراثة نهائي. كيف إذا ما نجري لا، حراثة كيف؟ بس مهد البذار. إذا تماما، إذا معناته نحن فقط إنه مهد البذرة اللي هو 4 سم، نعمل شق بسيط أو حفرة إذا كانت يعني الزراعة بحفر، يعني بجور، مثلا إذا زرعنا القطن أو كذا أو الذرة، يعني بس هي المسافة، هي مسافة مهد البذرة فقط لا غير. يعني إذا الزراعة الحافظة مثل ما ذكرتوا أنتم هي عبارة عن زراعة بدون فلاحة، يعني بيتم زراعة المحاصيل في تربة أساسا تكون غير محضرة بشكل مسبق، بإجراء مثلا شق في التربة أو شريط، يعني بتكفي أن تكون يعني مهد للبذرة. طبعا بالزراعة الحافظة لازم يكون عندنا بقايا المحصول موجودة أساسا، بالمحصول السابق موجودة بالتربة اللي نحن أساسا راح نزرع في هاي نفس الأرض اللي بتحتوي على بقايا المحصول. الزراعة طبعا هاي بتساعدنا وتوقف انجراف التربة اللي هي أساسا كانت السبب الرئيسي للجوء لهذا النظام من نظم الزراعة، وبتعتبر هاي تقنية الزراعة يعني الحافظة هي وسيلة يعني فعالة في تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين الدخل بالنسبة للمزارع. هلا هون في عنا هاي الصورة، يعني صورة تعبيرية بتعبر يعني
كيف نظام الزراعة الحافظة، أو شو هي الآليات. مثلا نشوفهم من بعض الصور، أو واضحة بالصورة، في مثلا ذرة في تحتها في بقايا المحصول السابق موجودة هون عنا، في عنا هون ذرة، وفي معها في محصول ثاني تحتها في كمان، في هون موجود عنا الأرض فيها بقايا محصول. فهي كلها يعني أنواع من أنواع زراعات الحافظة، أو نوع من أنواع زراعات الحافظة. هلا شو هي المبادئ الأساسية للزراعة الحافظة؟ الزراعة الحافظة بتعتمد على 3 مبادئ أساسية يا شباب، شو هي؟ ما يعني في يعني شنو أنا مشان أقول والله أنا متبع نظام الزراعة الحافظة، في 3 شروط. إذا أخليت بشرط من هاي الشروط الثلاث تعتبر زراعة عندي مو زراعة حافظة، أي زراعة بدون حراثة، مستحيل تكون نسميها زراعة بدون حراثة. شو هي الشروط الثلاث؟ مثلا انه هي ما نفلح التربة بشكل كامل. 1، إذا عدم فلاحة التربة، هذا 1. 2، المحافظة على بقايا المحصول السابق. بقايا المحصول السابق. 3، انه التقيد انه باساليبها او الشيء اللي تتطلبه هي الزراعة الحافظة. لا انه بيكون عندنا تناوب بالمحاصيل، او تعاقب بالمحاصيل. يعني اليوم في عندي قمح، زرعت بعد القمح محصول ثاني، في عندي قطن زرعته، في عندي ذرة زرعتها بعدها محصول ثاني. فهذا يعني في عندنا تنوع بالمحاصيل اللي نحن نزرعها بنفس الارض، ما يكون نوع واحد، وهذا مستحيل يكون نوع واحد، لانه يعني اساسا انا عم ازرع على بقايا المحصول، بقي محاصيل. نعم بقايا صحيح. المحاصيل. فهي المبادئ الثلاث بالنسبة للزراعة الحافظة. المبادئ الثلاث هي بالنسبة للزراعة الحافظة مثل ما ذكرت، هي عبارة عن معنى من الأعلى. مثلا في عندنا القطاع البقايا المحاصيل، في عندنا باليسار في عندنا هون دورة المحاصيل أو تناوب المحاصيل، وفي عندنا باليمين إنه نحن يعني بأقل ما يمكن، يعني ما بنعمل أي خلخلة للتربة، أي عدم حراثة التربة بشكل نهائي. فهي الـ3 شروط إذا توفرت فهي تعتبر المبادئ الأساسية للزراعة الحافظة. لو أجينا على أول مبدأ هو عدم فلاحة التربة، أو فلاحتها بالحد الأدنى مثل ما ذكرنا، ممكن نحن نعمل مسافة 4 سم أو 3 سم أو 5 سم هي مهد البذرة. يعني شو الفائدة من هذا الموضوع؟ ليش نحن الفلاحة مثلا، شو تأثير الفلاحة السلبي على الزراعة أساسا؟ مشان هيك نحن لجأنا لعدم الفلاحة بالزراعة الحافظة. مشان تبخر الرطوبة دكتور، انه بدنا نحافظ نحن على الرطوبة، تمام. نحافظ على بنية التربة نفسها. إذا نحن أساسا بنحافظ على بنية التربة أو خصائص التربة نفسها. وانه المحصول السابق ايضا نحافظ عليه، هو بيغذي من جهة ومن جهة بيعكس الإشعاع ومن جهة بيثبت التربة. إذا حتى نحن لما بنجري عملية الفلاحة يعني العميقة أساسا، إنه هون الكائنات الدقيقة الموجودة بالتربة رح تتعرض لأشعة الشمس، بيصير عندنا جفاف، بيصير عندنا فقد للمادة العضوية، تفكك المادة العضوية، كل هاي الأمور سببها هي عبارة عن عملية الفلاحة الجائرة أو الحراثة الجائرة. لذلك نحن عدم الفلاحة في حالة الزراعة الحافظة بتساعد إنه هاي الأمور نحن بنتجاوزها، ما بيصير عندنا تأثير على المادة العضوية، ما بيصير عندنا تأثير على الكائنات الحية الموجودة الدقيقة الموجودة في التربة، وبالتالي بيكون هذا أمر جيد للمحصول اللاحق في الزراعة. هون في عندنا كمان هاي الصور، يعني بتظهر عملية الزراعة الحافظة. هون واضح عندنا المحصول، في بقايا محصول تحته موجودة بالأرض، وفي هون المحصول نما كذلك في بقايا المحصول واضحة موجود كذلك. الصورة على اليسار هون في عندنا لو نلاحظ في أكثر من نوع، من نوع نباتي مزروع بنفس تقريبا متقارب، يعني قريب من بعضه. فهي هون يعني تنوع في المحاصيل المزروعة، فمثلا زرعنا ذرة، بعدها في محصول ثاني غير الذرة، زرعنا قمح، زرعنا بعده محصول آخر غيره. فهون في عندنا تناوب بالمحاصيل، أو تنوع بالمحاصيل المزروعة. العامل الثاني أو المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية بالنسبة للزراعة الحافظة تغطية التربة. نحن الشرط الثاني من شروط الزراعة الحافظة بيكون عندنا قطاء نباتي، وعلى أساسه فوق القطاء النباتي هذا نحن راح نزرع. هذا القطاء النباتي
شو الهدف منه؟ ليش نحن لازم يكون في عندنا غطاء نباتي؟ هذا بيخفف من الإشعاع الشمسي دكتور أولا، تمام. وكمان بيمد النبات أو المحصول الجديد بالمواد العضوية، أو يعتبر سماد يعني نباتي إذن أو يعني هو سماد عضوي. عبارة عن إنه مثل ما ذكرنا يعمل تغطية وبيفيد، ممكن بيغني التربة بالمادة العضوية يعني ككل، بيثبت هوايبات التربية، نعم بيحافظ يثبت على حبيبات هوايباته. التربة. كمان في حال كان عندنا هطولات مطرية بيمنع الانجراف، إذا كان في عندنا انجراف في التربة، إذا كان في عندنا مثلا رياح، مثلا منطقة فيها يعني هبوب رياح مثلا قوي بيمنع التعرية في التربة والانجرافات اللي بتصير في التربة. هل له دور ب يعني نفذان المياه إلى طبقات التربة السفلية مثلا، يعني بترشح المي لتحت، له دور بيساعد على هذا الموضوع؟ والله أنا أفكر دوره سلبي، الله أعلم. يعني إذا تربي بصير مثل مسطمي فوق يعني. تمام. لكن هذا النبات القديم الموجود له مجموع جذري، المجموع الجذري تبعه عم يخترق التربة، صح ولا لا؟ صح. فهذا الاختراق للمجموع الجذري، اختراقه لسطح التربة بيعمل تخلخل يعني إلى حد ما بنسبة، يعني هذا التخلخل يعني بيكفي إنه تنفذ يعني المياه أو المياه الأمطار أو كذا، وبيعيق إنه بتصير عندنا سيول أو انجرافات بالنسبة للتربة بسبب الأمطار. فيعني هو له دور ايجابي عكس، يعني ما له دور سلبي، بالعكس بيزيد رشح المياه الى باطن التربه يعني. كمان يعني بيحمي مثل ما ذكرته، اذا كان في عندنا يعني درجه الحراره مرتفعه بيحمي يعني سطح التربه من ارتفاع درجه الحراره، او كذلك حتى انخفاض درجه الحراره اذا كان درجه الحراره منخفضه بالليل او كذا بيحميها. اذا كان في عندنا كائنات يعني حيه دقيقه موجوده بالتربه يعني بيأمن لها بيئة مناسبة، هي يعني هاي المخلفات، فتكون بيئة مناسبة لها، بتبقى هاي الكائنات نشيطة بالطبقة السطحية اللي هي أساسا موجود فيها العناصر الغذائية اللي بتمد النبات أثناء عملية الزراعة، بتمده بالعناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات. فإذا هذا القطاع النباتي الموجود فوق التربة أثناء قبل عملية الزراعة بالنسبة للزراعة الحافظة يعتبر يعني أمر ضروري ومهم. هون في عندنا هاي الصورة كمان بتوضح يعني بقايا المحصول اللي أساساً بتتم عليها عملية الزراعة الحافظة. هلا بالمنطقة موجود أو متبعة الزراعة الحافظة، في حدا حاول بيشتغل عليها الزراعة الحافظة على مستوى المزارعين أتكلم أنا؟ في بس خفيف دكتور، بلشت شوي بالشمال عندنا هون بالباب، مناطق جنب الباب. لو ذكرنا احد الاسباب اللي برايي مثلا احمد شاهر، شو السبب اللي خلى في ناس مثلا، انا عندي قناعه انه في بقايا محصول وبدي ازرع فوقها، ما عندي مشكله، شو الاسباب اللي بتشجع هذا الامر؟ أنا التقيت معه دكتور المزارع، حتى تمام. سوينا تقرير مصور عنه، وحكى الزلمة يعني عم يقول الإنتاجية هي نفسها، وأنا وفرت حراثة، وفرت مياه، وفرت من كثافة النبات، فوفر تكاليف منيحة يعني. حتى موعد الحصاد نفسه والإنتاجية نفسها وفر هالمدخلات هي كلياتها، طب هو وبأصلا السؤال، منطقة هي قليلة مي يعني هالمنطقة. هو زرع نفس المحصول فوق المحصول القديم ولا لا؟ هاي سؤالي لك. طبعا 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 على بقايا المحصول. على بقايا نفس المحصول، مثلا كان زارع قمح زرع فوقه مرة ثانية بدون ما يفلح الأرض. تماما تماما. هذا يعني يعني كان موجود هذا الأمر موجود من زمان بالمنطقة الشرقية، لكن كان القصد هو هدف ثاني أعتقد. كان مثلا في عندنا أحيانا بعض الأمور مثل بهي الفترات يعني قبل الحصاد بيصير عندنا هطولات مطرية، بيصير عندنا يعني بتكون رياح قوية، بيصير عندنا رقاد يعني نقاط بالنبات. صح محاصيل صح القمح أو الشعير أو كذا. فالمزارع يعني بيقول لك انه انا هاي السنابل كلها راحت بالارض، وبارضه هو شايفها بعينه يعني ما في حل خلاص. او اثناء عمليه الحصاد في بعض الحصادات كانت قديما، طبعا حاليا الوضع مختلف، كانت بعض الحصادات في يصير تهريب لبعض يعني حبوب القمح او الشعير، فبتشوفها مليه الارض يعني من الخزانات تبعية الحصادات. فكان هو بيلجأ بيقول لك انا بجري عمليه تمليح للارض
انه مثلا بدل ما احط 10 شوالات بذار قمح او شعير، لا مثلا بخمسه، تكفي خمسه مثلا. فكانت هي يعني احدى على نفس المحصول يعني، فكان هذا متبع يعني، هذا النظام موجود يعني. لكن قصده مش عشان الجدار تبع السنة الماضية، هو بينبت وبيطلع. تماما تماما قصده انه هو في عنده بذار من السنه الماضيه، وهو راح يضيف كميه يعني بسيطه من البذار الجديد، فهو فما ما ما بي ما بيحرث عميق مشان ما يضيع البذور. تماما تماما تماما. فكان يستخدموا هذا النظام. لكن انا سؤالي اذا كان في محصول ثاني غير مثلا القمح، زرع فوقه محصول ثاني غير القمح بدون ما يحرث بقايا المحصول، بيستخدموا على الكمون، على الكزبرة، على الحبة السوداء، عم يستخدموها. موجود موجود ايه؟ يعني بيترك بقايا المحصول الموجود عنده سواء كمون او حبة سوداء او كزبرة نعم، ويزرع فوقه؟ بيزرع عليه. تماما تماما. إذا مثل ما ذكرنا، بقايا المحصول العامل الثاني من العوامل، أو المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية بالنسبة للزراعة الحافظة. المبدأ الثالث هي سواء دورة زراعية أو بس دكتور، المزارع اللي هون ما سوى هيك. تفضل. على 20 سنتي فتح يعني تقريبا شي 3 سنتي هيك مهد صغير وزرع فيه خطوط. ما فهمت كيف قصدك يعني؟ كل 20 سنتي تمام. فتح بالأرض شي 2 3 سنتي، حرثها وزرع فيها البذار. يعني زرع البذار يدويا سواء قمح او شعير، قصدك يدوي زرعه مثلا؟ مثل بذارة، بس هي بتحرث بس مهد البذرة على 2 سنتي. تماما. يعني هو لما نزل محراث تبعية البذارة بده يحرث بسطح الارض فقط لا غير. بس يعني 4 5 سنتي عمق، بس مو أكثر، بس بسطح تماما الأرض. نعم، يعني فهمت عليك. اي تماما، هي المقصد حتى ذكرنا نحن هي زراعة صفر أو زراعة بدون حراثة أو إجراء شق بسيط يعني بالتربة، هذا هو مهد الهدف. البذرة. إنه فقط إنه أنا هاي البذرة بغطيها لأنه راح يكون عندي طيور راح تأكل هذا الحبوب، هاي كلها راح تأكلها أساسا، راح تروح يعني، أو مثلا موجود صحيح. يعني أي سبب من الأسباب الأخرى يخلي هاي البذور أساسا بتروح. فهو بيحاول إنه يغطيها بطريقة ما وبيحافظ عليها، لحتى ما مثلا اذا كان في عنده هطولات مطريه او ري او كذا وبتنبت مره ثانيه. تمام. المبدا واللي الثاني شجع، تفضل. انت سألت من شوي اللي شجع المزارعين، اللي ايه شجعهم في هون كان مهندس اختصاصه بالزراعه الحافظه، يمكن اسمه كان عبد الحميد الويس، موجود بالباب. تمام. مهندس هو كل شغله قديما كان بحلب بالزراعه الحافظه، وهو اللي شجع الناس وهو اللي قارن، وفعلا بالاخير يعني الفلاح حصد نفس النتيجه اللي يحصدها لو زارع فلاحه عاديه. فهون شاف انه في وفر على حاله كثير يعني. ممتاز ممتاز، بالعكس بارك الله فيه. بالعكس هو يعني الخبرة اللي عنده يعني وجد بالمنطقة حاول يقنع فيها. طبعا معروف نحن أبدا، وعنده صفحة ومنزل فيها التجارب، منزل فيها النتائج، ومنزل فيها صور، نشيط جدا بهالموضوع. تمام، معناته يعني هو متخصص بالزراعة الحافظة، هو متخصص. نعم، لذلك لما هو مثلا شجع المزارع من خلال تجربة، من خلال خبرة، وليس من خلال أمر نظري. لا، ومثل من ما ذكرت التجربة والدلائل والنتائج اللي عم ينزلها. يعني حتى المزارع نفسه اللي سألناه انت كيف انه زرعت، قال من خلال متابعتي لعبد الحميد الويس. ممتاز. إذا هذا بارك الله فيه، هذا هو الخبرة والعلم اللي نحن محتاجينه يعني، موجودة خبرة، موجود علم تنشره يعني يكون أجر إليك يعني بغض النظر. ويعني وهو بنفس الوقت فائدة يعني إحدى الأمور الأساسية أساسا من يعني لأسباب تطور القرب ككل بأوروبا أو أمريكا، الخلاف فرق بيننا وبينهم على الشكل التالي تقريبا يعني مقارنة، يعني هي ليست بمكانها 100% لكن فيها جزء من المصداقية. هنيك مثلا بأوروبا أو بالغرب لما بده يزرع تفاح أو يزرع شجرة تفاح، ما بيزرعها بهدف إنه هو يجني التفاح، ما عنده مشكلة، أنا بزرعها بدي ألحق إنه هاي الشجرة تعطي ثمر تفاح، ما تعطي ثمر تفاح أنا آكل منه ما آكل منه، مو هاي المشكلة عندي. المشكلة إنه أنا راح أزرعها، أجري عليها تجاربي، اشتغلت عليها، عندي قناعة إنه راح تنتج، راح يعطيني هذا الصنف بغض النظر مين اللي راح يأكل. اللي عندنا مع الأسف عم يصير العكس، إذا أنا ما بدي أجني ثمرة هذا العمل العلمي أو العمل الزراعي،
فأنا بالأساس ما راح أشتغل فيه أساسا. هذا هو الغلط اللي عندنا يعني، مع الأسف طبعا تصديق أنا تصديقا لكلامك دكتور، من كم يوم كنا عم نسوي استبيان عند الجاموس انه قليل هون بالشمال، ففي ادلب مربيين جاموس فقط ما في غيرهم، اصلهم من الغاب. فواحد قطيع عنده جواميس كلها اناثه، ما في ولا ذكر، وجاره عنده وعنده كمان ذكر مع قطيع، فما عم يقبل يعطي الثاني، قال انا ما تعبت عليه وربيته مشان لحتى اعطي غيري. يعني انا بذكرك اياها هاي من مبدا اخذناها من خلال دراستنا يعني بالجامعات المختلفه والدكاتره اللي درسنا معاهم واللي سافروا على امريكا وكذا، فكان يحكونا عن هذا الامر. ففعلا لما بتفكر فيه بمنطق وتسقطه على الواقع اللي احنا فيه شيء يعني من الصحه يعني، مع الاسف يعني، عم اقول مع الاسف صحيح، انا، طبعا مع هذا شيء الاسف سلبي يعني. نعم طبعا هذا شيء سلبي. لذلك انت ذكرت الرجل المهندس اللي ذكرته قبل قليل بالزراعه الحافظه، واللي بارك الله فيه على التجربه تبعيته والخبره اللي حاول ينقلها للمزارعين بالمنطقه اللي هو موجود فيها، وله اسلوبه باقناع المزارعين، فهذا بارك الله فيه وجهده وعمله، ويعني ان شاء الله تكون في ميزان حسناته، لانه هذا العمل الصحيح، وهذا العمل اللي انسان يعني يجزى عليه يعني، بغض النظر يعني مين هو الشخص او اسم هذا الشخص يعني. نعم بارك الله فيه. اذا بنرجع كمان لموضوعنا، لكن هو الموضوع كله مع بعض هذا بياكد انه الخبرات يا شباب، الخبره مهمه جدا، نقل الخبره من جيل لجيل او من شخص لشخص يعني، بغض النظر انك بتحسبها انه انا تعبت فيها، لكن يعني في سبيل الله اجر، بغض النظر تنقل هذه المعلومة تؤثر على هذا الأجر ويكتب لك أجرك بإذن الله. لذلك يعني الاحتفاظ بالمعلومة كشخص إلي أنا وحقي، هذا هو حقك، أنت تعبت فيها، لكن بنفس الوقت أنت مطلوب منك العلم توصله، لأن العلم ليس محتكر على شخص واحد، والعلم أساسا موجود بكل مكان حاليا، لكن لما أنا أوصله بالطريقة الصحيحة لشخص فأنا أؤجر عليه هذا. فيعني يعني ما في داعي بوصيكو هاي، فالموجود عنده خبرة بأي أمر بيوصله لزميله، بيوصله لجاره، بيوصله لصديقه، وبالنهاية الأمر كله يعود لرب العالمين يعني أولا وأخيرا. نرجع نحن كمان للمحاضرة تبعيتنا عن الدورة عن الزراعة الحافظة، تكلمنا على مبدئين، الأول إنه ما بنحرك التربة، ما بنجري عملية حراثة. المبدأ الثاني إنه بيكون في عنا قطاع نباتي مخلفات من المحصول السابق. والمبدأ الثالث الضروري من الزراعة الحافظة هي تنوع المحاصيل بالمنطقة، أو ما يسمى يعني شبيه من الدورة الزراعية. طبعا هذا بيساعد يعني تطبيق دورة زراعية، وإذا كان فيها محاصيل بقولية بيكون هذا جيد، لأنه هون في يصير عندنا في اختلاف بالمحاصيل، في اختلاف في احتياجاتها بالنسبة للعناصر الغذائية أو تثبيت العناصر الغذائية، وخاصة إذا كان في عندنا بهاي التنوع هاي المحاصيل او الدوره الزراعيه، في عندنا محاصيل بقوليه، ومعروف المحاصيل البقوليه لها قدره على تثبيت الازوت، وبالتالي تقني التربه بالعناصر الغذائيه وتقنيها بالازوت. كمان بتساعد هاي الدورات الزراعيه نتيجه عمليه التعاقب والفلاح، يعني تعاقب المحاصيل بتساعد على القضاء على الكثير من الامراض والافات الزراعيه، ويعني تقلل من الأضرار أو أضرار الأعشاب الضارة. شو هي الأسباب الرئيسية اللي دفعت المزارعين أو النظام العالمي حاليا إلى التشجيع على الزراعة الحافظة؟ في أسباب كثيرة، من ضمن الأسباب طبعا هاي الأسباب كلها ذكرناها نحن مع بعض، تقليل انجراف التربة، تحسين نوعية التربة وخاصة تثبيت الكربون، يعني عندنا مشكلة الاحتباس الحراري والغازات المنبعثة يعني حاليا، وعم نشوف يا شباب التغيرات المناخية هاي مو من فراغ يعني. تخيلوا اليوم في كان عندنا مطر نحن بهاي المنطقة، والمنطقة تعتبر منطقة وسطى هون، يعني من المناطق الجافة هي قريبة من مناخ سوريا، لكن اليوم كان فيها أمطار، فهذا كله سببه هو أحد أسبابه هو الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري أدى إلى التغيرات المناخية. السبب ذكرنا كمان مع بعض التكاليف، تكاليف الزراعية بالنسبة للفلاح، استخدام الآلات، عملية الوقود، كل هاي الأسباب بتساعد الفلاح أو يعني بتخليه بيتوجه لنظام الزراعة الحافظة. كمان في عنا الزراعة الحافظة بتزيد من كفاءة استخدام
الموارد المائية إذا كان في عندي قلة في الموارد المائية بالمنطقة، إذا كان في تدهور بالأراضي بتساعد على وقف هذا التدهور، بتساعد على المدى البعيد وليس المدى القريب، زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال المحافظة على الأراضي الزراعية والمحافظة على العناصر الغذائية الموجودة فيها، مثل ما ذكرنا انجراف التربة، يعني بتكافح انجراف التربة. طبعا هل الزراعة الحافظة في البلدان العربية موجودة؟ يعني الزراعة الحافظة موجودة حاليا في البلدان العربية، السبب الرئيسي هو العامل الاقتصادي، يعني موجود فيها، يعني العامل الاقتصادي مع الأسف أصبح هو من العوامل المهمة اللي بتأثر على المزارع، وخاصة مع ارتفاع يعني مدخلات الإنتاج الزراعي بشكل عام، وكلها مرتبطة بأسعار العالمية من أسمدة، من بذار، من مبيدات، وكلها مدخلات خارجية مع الأسف. ارتفاع أسعار الوقود كلها يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يؤثر سلبا على العائد الاقتصادي اللي بيسعى إلى المزارع اللي مشان يعني بيحسن المستوى المعيشي. كل هاي الأمور وكل هاي الأسباب يعني بتخلي المزارع يعني بيعمل تفضيل للزراعة الحافظة مقارنة بالزراعة التقليدية. طبعا تطبيق الزراعة الحافظة شو كان له تأثير؟ له تأثير ب يعني إدارة الأرض والمحصول، بيقلل من تلوث التربة، بيخفف من حساسية التربة سواء للانجراف الريحي أو الانجراف المائي، بيقلل الاعتماد على مدخلات الإنتاج الزراعي الخارجية، بيحسن إنتاجية المياه، يعني بكميات قليلة من المي ممكن نحن هذا المحصول بينمو وبيعطينا الإنتاجية المتوقعة منه. فهذه كلها أمور يعني الزراعة الحافظة بتشجع عليها. هلا كمان الزراعة الحافظة شو بتساعد؟ بتساعد في تحسين إنتاجية الأنواع المحصولية، بتقلل الفجوة الإنتاجية والغذائية، بتزيد من دخل المزارع، وطبعا دخل المزارع حكينا عليه، كيف هي بتزيد دخل المزارع؟ عن طريق أنها تخفض من تكاليف الإنتاج، وكل ما انخفضت تكاليف الإنتاج إذا دخل المزارع راح يزيد، وبالتالي يتم تحسين مستوى المعيشي. تطور يعني نظم الزراعة الحافظة كيف بدأت وكيف صارت نظام الزراعة الحافظة؟ هل الزراعة الحافظة بشكل عام يعني بدأت تقريبا بداية الثلاثينات للسبعينات، وبدأت من بعدها بدأت بالانتشار يعني بالمراحل بالسنوات الأخيرة، ازدادت حاليا في العالم ككل موجودة الزراعة الحافظة، في بأمريكا موجودة بشكل كبير جدا، في الأرجنتين، برازيل، الباراغواي موجودة، المناطق هاي يعني بشكل نسبة كبيرة حتى وصلت إلى 60%. طبعا نظام الزراعة الحافظ موجود في مناطق شرق آسيا، المناطق اللي بتزرع الأرز والقمح بشكل رهيب، يعني مناطق شرق آسيا، الفلبين بتعتمد على زراعة الأرز، بتستخدم الزراعة الحافظة. في طبعا أمريكا ككل موجود فيها، إذا معظم العالم حاليا موجودة في انتشرت فيه الزراعة الحافظة بشكل يعني جيد، لكن يعني مقارنة بالمساحات الموجودة على مستوى العالم تبقى الدول العربية يعني هي أقل دول استخداما لنظام الزراعة الحافظة. في عدة أسباب، من هذه الأسباب مثلا الآلات الزراعية مثل ما ذكرنا، العقلية يعني سابقا إنه إذا ما في إنسان عنده خبرة وقدرة ويعني إمكانات إنه بيقنع المزارع إنه بيغير الطرق التقليدية في الإنتاج الزراعي، مشكلة، مستحيل المزارع يغير رأيه، لذلك راح يعتمد على النظام التقليدي اللي هو بيعرفه، لذلك الخبرات يعني أمر ضروري. فيعني عدم وجود الخبرات هاي أو قلة، خلينا نقول قلة الخبرات في هذا المجال، مجال الزراعة الحافظة، بيخلي المساحات المزروعة في نظام الزراعة الحافظة هو قليل جدا أو منخفض في المناطق العربية. دور الزراعة الحافظة في تحسين إنتاجية المحاصيل، شو لها دور هاي الزراعة في تحسين إنتاجية المحاصيل؟ شو عندكم فكرة بهذا الموضوع يا شباب؟ انه راح تكون الكثافة نوعا ما مثلى دكتور، ما تكون زيادة، تمام، مثلا ما راح يكون يعني انه منافسة زايدة على الغذاء او على الضوء. كمان ممكن احد الاسباب انه بيخلي النبات بيستفيد من الهطولات المطريه بشكل كامل، ما بيصير عندنا يعني سيول او جريانات او رشح لهي المياه، يعني الطبقه
المخلفات النباتية الموجودة أساسا على سطح التربة بتحتفظ بهاي جزء من الرطوبة، وبتخلي النبات المزروع يعني فوق البقايا المحاصيل بيستفيد من هاي الرطوبة. فهون بالحالة هاي هو استطاع أن يستفيد بأكبر قدر ممكن من هاي الرطوبة. طبعا يعني هذا الأمر بيزيد من الإنتاجية بالنسبة للمحاصيل، كمان يعني وصول النباتات إلى مرحلة النضج التام ويقلل من فرص فشل المحصول، زيادة الأنواع المحصولية، ويعني بيقلل من الفجوة الغذائية وبيحقق الأمن الغذائي. إذا الزراعة الحافظة لها دور في زيادة الإنتاجية، وهذا أمر يعني هذا الأمر اللي نسعى له أن تكون الإنتاجية عالية. دور الزراعة الحافظة في ضبط انجراف التربة، نحن تكلمنا كثير عن هذا الموضوع، أنه الزراعة التقليدية يعني تعمل على تحريك الطبقات السطحية من التربة. هاي الطبقات السطحية إذا كان في عندنا هطولات مطرية، إذا في عندنا رياح موجودة بالمنطقة، كل هذا الأمر بيؤدي إلى حدوث انجرافات للتربة وتعرية، وهاي يعني مشكلة حاليا يؤدي إلى فقدان يعني الطبقات السطحية اللي تكون هي غنية أساسا بالعناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات، اللي بيمتص منها احتياجاته من العناصر الغذائية اللي يحتاجها يمتصها من هاي الطبقة السطحية، فتفقد يعني نتيجة الزراعات التقليدية. لذلك في الزراعة الحافظة هي تكافح هذا الأمر، ويعني بتقلل من انجراف التربة يعني، وكذلك بتزيد من تماسك حبيبات التربة مع بعض البعض، ويعني توفير العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات بشكل رهيب. هون في عنا هاي صور يعني بتوضح عملية إجراء الزراعة الحافظة. ملاحظين إذا كانت الزراعة على خطوط يعني واضحة بالصور، يعني هون في عنا مثل الريش، زارع هون فوق الريشة، وكان في الباطن بطن الريشة كان في زراعة قديمة أو في محصول قديم. فيعني هون الزراعة زراعة المحصول الجديد على بقايا المحصول السابق دون أنه ما يأثر عليه ولا يأثر على الإنتاجية، وهذا يعتبر يعني أمر مهم جدا في حالة الزراعة الحافظة. الأمر الثالث أو الدور الثالث بالنسبة للزراعة الحافظة لها دور في تحسين محتوى التربة من المادة العضوية. هلا بقايا المحصول معروفة أنه بقايا المحصول تحتوي على يعني المواد العضوية، فهي المواد العضوية لما بنتركها بالتربة تتحلل هاي البقايا، وبتضيف مادة عضوية. بقايا المحاصيل لما بنتركها فوق سطح التربة بتتحلل وبتضيف لنا مواد عضوية للتربة. طبعا جذور النباتات كمان لما بتتحلل بتضيف مواد عضوية. حماية إذا كانت الطبقة السطحية من سطح التربة تحتوي على عناصر غذائية وذبال، فلما بتكون عندنا بقايا محاصيل موجودة بتغطي هاي الطبقة بتحميها من أشعة الشمس، وبالتالي يعني تقلل من معدل تحلل المادة العضوية نتيجة انخفاض درجة حرارة التربة. إذا إلها دور الزراعة الحافظة في تحسين محتوى التربة من المواد العضوية. هلا على العكس تماما، في حالة نحن حرقنا هاي البقايا، حرقنا بقايا المحاصيل الموجودة قبل عملية الزراعة، فهون راح يكون عندنا تأثير عكسي، يعني المادة العضوية راح يعني بيأثر على المادة العضوية الموجودة ويؤدي إلى فقدان هاي المادة العضوية نتيجة عملية يعني حرق بقايا كنا نتكلم عن دور الزراعة الحافظة في تحسين محتوى التربة من المادة العضوية، وذكرنا أنه وجود بقايا المحاصيل على سطح التربة يؤدي إلى زيادة نسبة المادة العضوية. لكن الحالة العكسية، إذا نحن يعني حرقنا بقايا المخلفات النباتية الموجودة على سطح الموجودة على سطح التربة قبل زراعة المحصول الجديد، فعملية الحرق هاي لها تأثير عكسي، لا تؤدي إلى زيادة المادة العضوية، على العكس تماما تؤدي إلى فقدان المادة العضوية من التربة نتيجة عملية الحرق. لذلك يعني الحرق يعني أمر ممنوع تماما أو غير مرغوب فيه للمحافظة على المادة العضوية الموجودة في الطبقة السطحية من التربة. هلا المادة الحافظة مثل ما ذكرناها بتحسن محتوى التربة من المادة العضوية، تؤدي إلى تحسين قوام التربة، تحسن كفاءة التربة في الاحتفاظ بالماء، يعني بتأمن العناصر المعدنية المقضية بالنسبة للنبات، بتزيد حجم الكتلة الترابية، بتزيد عمق قطاع التربة، وبتزيد الكائنات الحية الموجودة في التربة، وبزاد النشاط الحيوي إلها، وهذا كله بالنهاية بيؤدي إلى زيادة خصوبة التربة وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
إذا لها دور كبير المادة الزراعة الحافظة في زيادة نسبة المادة العضوية. وهي مثلا في عندنا هون صورة، إذا كان في عندنا يعني زراعة فهي بتؤدي إلى زيادة المادة العضوية في التربة. لها دور كمان الزراعة الحافظة في تحسين رطوبة التربة وإنتاجية المياه، وتكلمنا على هذا الموضوع من البداية، إنه هي بتقلل الفقد، سواء فقد المياه عن طريق عملية التبخر، أو إنه بتحتفظ بالرطوبة نتيجة يعني تحسن إنتاجية المياه من خلال تقليل معدل فقد المياه بالتبخر والجريان السطحي، كمان بتزيد كمية المياه المتاحة في منطقة انتشار الجذر، إنه يكون في عندنا مجموع جذري، هذا المجموع الجذري بيخترق سطح التربة، فبالتالي هون فيكون عندنا يعني سهولة رشح المياه إلى الطبقات السفلى، فهذا كمان بيساعد له بتساعد عليه هي الزراعة الحافظة وبقايا المحاصيل الموجودة على سطح التربة. بيزيد كمان بقايا المحاصيل، بيزيد من امتصاص المحصول للماء من خلال يعني عمق الجذور وتطور الغطاء النباتي. كمان لها دور في الزراعة الحافظة في زيادة إنتاجية المياه، لأن احنا قبل الزراعة الحافظة لو في عندنا حراثة مستمرة، أو في عندنا يعني عملية الحراثة مستمرة للأرض، فهون بتشكل عندنا طبقة صماء. هاي الطبقة الصماء نتيجة الطبقة الصماء أو الطبقة المنضغطة بسبب الحراثة بشكل مستمر واستخدام المحاريث بكل أنواعها، يؤدي إلى تشكيل طبقة صماء. هاي الطبقة الصماء مع الأسف بيكون لها تأثير سلبي على المحصول يعني، فهذا الأمر يعني بيكون ما بيخلي المياه ترشح إلى الطبقات السفلية من الأرض. لذلك هذه المشكلة يمكن التخفيف منها بتجنب فلاحة الحقل، وعندما تكون التربة رطبة، وهي الطبقة الصماء يعني مثل ما ذكرنا بتعيق يعني نفاذ المياه إلى الطبقات السفلية، كذلك عملية التهوية واختراق الجذور، مما يؤدي إلى تعرض يعني المحصول المزروع للجفاف، وخاصة في ظروف الهطولات المطرية لما تكون في عندنا هطولات مطرية قليلة. لذلك فيعني أحد الحلول لابد من إزالة هذه الطبقة الصماء قبل الانتقال لنظام الزراعة الحافظة، مع الأخذ الحيطة بمنع حدوث انضغاط للتربة. طبعا التربة المثالية لإنتاج المحاصيل يجب أن تحتوي على 50% فراغات بينية، يعني فراغات هواء 50% و50% فيها ماء، يعني فهاي هون بتكون التربة مثالية. هلا يعني كثر الحراثة أحيانا بيعمل لنا هاي الإشكالية موجودة في التربة، تشققات لما تشكل عندنا الطبقة الصماء، أحيانا بتشكل عندنا هاي هذا الشكل نتيجة تكون في طبقات صماء والحراثة بشكل مستمر، فهون تصير عندنا تشققات في الطبقة السطحية من التربة. فيعني نحن بنحاول بالزراعة الحافظة بنقلل الحراثات، بنقلل تأثر الطبقة السطحية من التربة، تأثرها بعملية الحراثة والانجراف، سواء انجراف مائي أو انجراف ريحي أو انجراف هوائي، بنحاول بنحافظ على العناصر الغذائية الموجودة اللي بيستطيع يستفيد منها النبات، بنحاول كذلك بنزيد نفاذية أو رشح المياه إلى الطبقات السفلى من التربة، خلالها بيستطيع النبات عن طريق الجذور امتصاص العناصر الغذائية. طبعا الزراعة الحافظة كمان لها دور في زيادة رشح المياه من خلال الزراعة الحافظة، وتكلمنا على هذا الأمر، حيث أن وجود بقايا المحاصيل لها دور كبير يعني نشاط الديدان الموجودة في الأرض، وهي الديدان إلا معروف لها دور في يعني فتح قنوات موجودة في التربة، أو يعني ثقوب موجودة في التربة، فهي بتزيد من رشح المياه وبتزيد من عملية التهوية بالنسبة للتربة. إذن الزراعة الحافظة أحد أدوارها كمان رشح المياه، وتكلمنا عن هذا الموضوع. هون في عندنا صورة يعني تقريبية كيف مثلا الزراعة الحافظة ممكن بتزيد عدد الديدان الموجودة في التربة، اللي بتزيد تهوية التربة وتزيد نفاذية المياه للتربة. هون في الصورة بتوضح هاي الصورة كيف إنه إذا كان في عندنا أكثر من نبات باختلاف المجموع الجذري بنشوف الأعماق مختلفة يعني بناء على جذور النباتات المزروعة المختلفة، فهون كل جذر بيتعمق بالطبقة السطحية، بالطبقة اللي هو بيوصل إلها، وبالتالي يعني بيساعد على نفاذية المياه إلى الطبقات السفلية.
وهذا أمر بيساعد على الاحتفاظ بالرطوبة واحتفاظ بالمياه، وهذا أمر كله جيد بيؤدي بالنهاية إلى زيادة الإنتاجية. طبعا احنا تكلمنا هون على رشح المياه، وكانت الصورة اللي قبل هي صورة واضحة انه المجموع الجذري يعني نتيجة انه بيخترق التربة وبيمنع تشكل طبقة صماء وبيقلل طبعا الفقد بالتبخر، وذكرنا نحن لما بتكون عندنا طبقة سطحية بتغطي سطح الأرض من بقايا المحصول السابق، فلما يكون في عندنا إشعاع شمسي في سطوع شمسي قوي، فهذا السطوع يعني نتيجة وجود مخلفات بقايا المحصول السابق، فهذا الأمر كله بيؤدي إلى يعني تقليل عملية فقد المياه في التبخر. في هاي الصورة بتوضح شو يعني الزراعة الحافظة، من أحد مبادئها كان في عندنا تنوع المحاصيل. تنوع المحاصيل بيهدف كمان إلى يعني هاي المحاصيل تكون يعني المتداورة أو المتناوبة في الزراعة مختلفة في يعني المجموع الجذري، إما يكون مجموع جذري مناطق الانتشار المجموع الجذري، نعم. مناطق انتشار المجموع الجذري، فالصورة أعتقد واضحة كيف يتم كسر الطبقة الصماء عن طريق هاي الجذور. يعني الصورة واضحة بتشرح إنه اختلاف أعماق المجاميع الجذرية أو المجموع الجذري، شكل المجموع الجذري بيؤدي إلى خلخلة الطبقة الصماء أو كسر الطبقة الصماء، وبالتالي زيادة رشح المياه للطبقات السفلى ونفاذيتها. فهذا يعني يعتبر كلها إيجابيات الزراعة الحافظة، وهذا يعني أمر هذا هو الهدف النهائي أساسا من الزراعة الحافظة، هي الإنتاجية، لأنه كسر الطبقة الصماء، زيادة نفاذية المياه، تهوية التربة، كل هذا بيساعد أنه النبات المزروع حصوله على احتياجاته من المياه أو من العناصر الغذائية يكون أسهل، وبالتالي يكون الهدف النهائي ممكن نصل له بسهولة وهو الإنتاجية العالية. كمان من يعني تأثيرات استخدام الزراعة الحافظة بتحسن كفاءة استعمال مياه الأمطار. طبعا هذا الأمر نحن تكلمنا عليه كثير، أنه الرطوبة وخاصة بالمناطق اللي فيها نقص مياه أو تتعرض للجفاف، فوجود الزراعة الحافظة هي البقايا المحاصيل موجودة على سطح التربة بتحاول تحتفظ بالرطوبة بالنسبة للنباتات المزروعة وتمدها بالرطوبة والعناصر بالمياه، وبالتالي يعني بتقاوم الجفاف. هون بنلاحظ يعني في هاي الصورة في صورتين مختلفات ما بين الزراعة التقليدية والزراعة الحافظة. بنلاحظ التربة هون، التربة مثلا إلى حد ما بصورة اليمين هي مفككة أو تربة تكون هشة إلى حد ما، هاي على العكس من الثانية نتيجة الحراثات المستمرة، فتكون يعني في تكتل بالتربة بتشكل طبقة يعني متكتلة، هون في صعوبة المجموع الجذري اختراقها على العكس من في حالة التراب الزراعات الحافظة. فهذا بيأكد أن الزراعة الحافظة هي زراعة مفيدة سواء للمحصول المزروع أو مستقبلا بالنسبة للأجيال للمحافظة على التربة. كيف نحن ممكن زيادة إنتاجية المياه من خلال تحسين عوامل إدارة المياه؟ ممكن ذلك من خلال تحسين عاملين مهمين. العامل الأول زيادة كمية المياه المتاحة لنباتات المحصول، وذكرنا هذا كيف إنه بتقلل من عملية يعني التبخر والنتح وبتزيد من رشح المياه إلى الطبقات السفلية، كمان إنه بتزيد كفاءة النبات المزروع أساسا على امتصاص الماء نتيجة تعمق الجذور إلى الطبقات السفلية، وبالتالي بيحصل على احتياجاته من الماء ومن العناصر الغذائية. كمان الزراعة الحافظة لها دور في تخفيف التغيرات المناخية. التغيرات المناخية اللي عم نشوفها حاليا ونشوف التأثيرات تبعيتها، ممكن كانوا يحكون قديما عن انه راح يصير في عندنا شيء اسمه تغير مناخي او احتباس حراري نتيجة غاز ثاني اكسيد الكربون ونتيجة الغازات المنطلقة. نحن ما كنا مهتمين بهذا الموضوع بهذا القدر، فكنا نفكر انه الموضوع هو موضوع فقط يعني علمي او توقع، يعني ليس يعني ممكن ما راح يوم من الايام بيصير حقيقه ونحن راح نشوفه، لكن مع الاسف يعني حاليا نحن ظاهره الاحتباس الحراري الكل عم يشوفها نتيجه تغيرات الظروف المناخيه، يعني هطولات مطريه في غير مواعيدها، هطولات مطريه او احيانا بيصير عندنا سنه جفاف تماما ما في هطولات مطريه،
احيانا في يصير عندنا العكس تماما، هطولات مطريه تكون هائله جدا، هطولات مطريه تكون في غير المواعيد المتوقعه فيها. لذلك حتى نظام الزراعه العالمي حاليا تاثر، نظام الزراعه اللي بيعتمد على هاي الهطولات المطريه تاثر، لانه ما عاد نقدر نحدد شو هي موعد هطول الامطار، هل يناسب الفتره الحساسه بالنسبه لهذا المحصول المزروع اللي بيعتمد على الهطولات المطريه ولا لا. لذلك في الزراعة الحافظة لها دور كبير، يعني ممكن تقلل من التغيرات المناخية أو تخفف من التغيرات المناخية. هلا كمان الزراعة الحافظة لها دور، يعني كمصدر، لها دور كمصدر للطاقة. يعني الزراعة التقليدية يعني هي تستهلك الطاقة بشكل كبير، مثل الآلات الزراعية، الوقود، يعني كل هاي بتستهلك الطاقة، والطاقة حاليا أصبحت يعني مهمة جدا بالنسبة للحياة الوضع الحالي. فيعني الزراعة الحافظة بتقلل من استهلاك مصادر الطاقة من وقود وغيره، فهذا بيؤدي إلى، يعني بتساعد الزراعة الحافظة على يعني المحافظة على مصادر الطاقة. كمان الزراعة الحافظة يعني مثل ما ذكرنا هي أساسا بنستغني نحن عن الفلاحة وبنقلل كثافة الأعشاب، فهذا كله يعتبر أمر جيد. طبعا الزراعة الحافظة لها دور في يعني وقف تلوث مياه الأنهار ويعني تحسين نوعيتها. بهذا الأمر كيف يا شباب ممكن تعطونا فكرة عنه؟ شو يعني شو دور الزراعة الحافظة بتقليل تلوث مياه الأنهار؟ انه تخفيف انه مياه السقي ما تتسرب، إذا ما في هون مياه. إذا ممكن نحن بنحكيها بطريقة ثانية، نتيجة الجريان أو الهطولات المطرية بيصير عندنا انجراف للتربة. هاي التربة لما بتنجرف إذا كان في نهر جنبه أو يعني، فالتربة هاي كلها بتروح على النهر. لذلك ما بعرف إذا في يعني حدا لاحظها سابقا إذا كان موجود جنبه العكارة بيصير عكر، نعم صحيح العكارة دكتور، صح، نتيجة يعني الانجراف، فيضانات والانجرافات لحد الآن موجودة. انجرافات انجرافات التربة. فهذه انجرافات التربة العكارة أساسا هي عبارة عن تراب موجود فيها. صحيح يعني صح، حتى نحن لو اتبعنا النظام الصحيح، مثلا لو بدنا هذا المجرى المائي بدنا ننظفه راح نشوف فيه ترسبات، مثلا كان عمقه في بداية جريان المياه عمقه مثلا 2 متر أو 3 متر. بعد فترة من الزمن، سنتين، ثلاثة، أربعة، 5 سنوات، راح نلاحظ أنه يعني ارتفع، أصبح عمق هذا المجرى ممكن 1 متر نتيجة الترسبات الموجودة، فيضانات، انجرافات تربة بتسحب هاي التراب بتنزلها بهذا المجرى المائي، فيعني بشكل مشكلة. فتخيل إذا كان مطلوب تنظيف هاي القنوات كيف راح تكون مكلفة يعني ماديا. فيعني الزراعة الحافظة راح تحاول تقلل من هاي الانجرافات وتحافظ على هاي المياه. إذا عموما بشكل عام الزراعة الحافظة يعني تتمثل لها عدة منافع بشكل عام، وهي راح نلخصها بالأمر التالي: تقليل انبعاث الغازات سواء في البيوت البلاستيكية، بتقلل انجراف التربة بواسطة المياه أو الرياح، بتحسن محتوى التربة من يعني المادة العضوية، بتحسن محتواها علاقة التربة المائية، بتحد من التملح، بتقلل من معدل جريان السطحي مثل ما ذكرنا، يعني بتحد من يعني انضغاط التربة. طبعا كل هذا الأمر موجود فيه هون في سميث. مين سمعان بسميث؟ شركة سميث العالمية الموجودة في أمريكا معروف دكتور، نعم معروفة معروفة، هي أساسا بتشتغل على الذرة بشكل أساسي. سميث تشتغل على الذرة بشكل أساسي، لكن بتشتغل على محاصيل الحبوب موجودة في أمريكا، من أضخم الشركات أو الشركات العالمية الأساسية أساسا بالزراعة. ملخص الزراعة الحافظة بهذا الشكل بكل بساطة، هي عبارة عن، بنشوف مع بعض كيف تم تلخيص موضوع الزراعة الحافظة بهذا الشكل. تذكر هذا الشكل بيذكر أن الزراعة الحافظة أساسا هي بتعتمد على 3 مبادئ أساسية. المبادئ الأساسية اللي نحن أساسا تكلمنا عليها، شو هي ذكرناها من البداية؟ 3 مبادئ أساسية للزراعة الحافظة. محصول سابق وعدم فلاحة وتناوب محاصيل. إذا هون ذاكرينها مع بعض، ذاكرين
واحد، اما في عندنا تنوع بالمحاصيل اللي اساسا بتقلل يعني الاصابات بالامراض او الحشرات او حتى الاعشاب. اثنين يعني عمليه فلاحه التربه بتكون اقل ما يمكن، او حراسه التربه اقل ما يمكن، او عدم حراسه التربه. وثلاث، موجود بقايا او قطاع نباتي، قطاع لسطح التربه، هذا القطاع يعني بيحمي التربه. الثلاث مبادئ. المبدأ الأول هن ذكروا، المبدأ الأول أنا بكبر الصورة بس مشان تكون واضحة إلكو. المبدأ الأول شو له تأثير؟ لو نحن في عنا تنوع في المحاصيل، شو الفائدة تبعه؟ عم يذكر لنا الفائدة الأولى من فوائده، بيقلل من ظهور هون، بيقلل من ظهور الآفات عنا بشكل عام والأمراض عن طريق تنوع المحاصيل. نحن لما في محاصيل متنوعة فنحن بنجري عملية حش لهذه المحاصيل بطرق حصاد مختلفة، فكل مرة نحن بنجري لكل محصول له طريقة حصاد مختلفة عن الثاني، وبالتالي نحن بهاي الحالة كل مرة راح نشيل هاي بقايا المحاصيل الحشائش الموجودة عندنا، فبالتالي نحن بهذا الأمر منعنا ظهور الآفات والأمراض، وخاصة إذا كان العائل مو موجود كل مرة العائل راح يتغير، فهي الآفات ما راح تنتشر. كذلك الأمر الثاني بيأثر يعني بيساعد في مكافحة الحشائش. الأمر الثالث بيزيد من توزع العناصر الغذائية بشكل منتظم. الأمر الرابع بيقلل من المخاطر الاقتصادية، يعني في حال وجود عندنا تأثير سلبي على محصول، ففي حال عندنا محصولين نحن زارعينها أو محصول مناوب لمحصول ثاني، فهون إذا تأثر أحد المحاصيل المحصول الثاني يعني ما بيتأثر كثير. فهو هون رابط ما بين الزراعة الحافظة والزراعة التحميلية، إذا كان في عنا محصولين زارعينهم نحن بنفس الأرض وتأثر محصول، فالمحصول الثاني بيعوض المزارع اقتصاديا يعني. فهذا هو مقصده فيها. كمان يعني بقايا المحصول بتسوي عنا توازن بتقلل من المخاطر، بتقلل من التأثيرات يعني التغير المناخي، ارتفاع درجة الحرارة وغيره. نحن لو طبقة التربة يعني قللنا من عمليات الحراثة، فالطبقة الصماء اللي تشكلت راح يعني ما بتشكل طبقة صماء عندنا، راح بتكون الطبقة الصماء أقل ما يمكن. هون إذا صار في عنا يعني مثل ما ذكرنا انجراف للتربة أو تعرية للتربة، سواء انجراف مائي أو ريحي، فهون في حالة ما في عنا بقايا للمحصول، فراح يكون عملية الانجراف تكون أقل ما يمكن. الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري اللي حكينا عنه، كل هاي يعني الزراعة الحافظة لها دور فيها. فتم تلخيص هذا الأمر بهذا الـ 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 بهذا الصورة. في عنا فيديو راح نشوفه مع بعض بيشرح لنا الزراعة الحافظة، وهذا الفيديو موجود يعني هي نفس الشركة تقريبا نشرت هذا الفيديو عن الزراعة الحافظة، بيلخص الزراعة الحافظة بشكل عام. الفيديو مشارك صح يا شباب حاليا؟ نعم شارك. هلا هون الفيديو يعني من أول، نحن بنعيد الفيديو. هو بيحاول بيحكينا عن الزراعة من بدايتها حتى الوصول إلى الزراعة الحافظة. Age-old practice to till soil is a way to prepare the seedbed, release nutrients to crop and control weeds. But tilled soil is at greater risk of erosion, and that can have disastrous consequences. The loss of topsoil destroys farmland and pollutes off-farm. In the United States, removing sediment from only the lower Mississippi River costs more than $100 million each year. Other costs from soil erosion are immeasurable. In the 19th century, in the Great Plains of the United States, the Dust Bowl wind blew tilled topsoil from 65 million hectares of farmland, causing the worst environmental disaster in the history of the U.S.
Throughout the world, the problems associated with soil degradation are increasing due to climate change. More frequent extreme weather events, such as storms and floods, impact degrading soil more. And due to the fast release of greenhouse gases, the degradation of soil is in itself a cause of climate change. The solution. Conservation agriculture. Here's how it works. Farmers don't till the soil and disturb it as little as possible to allow the soil structure and its ecosystem to restore. They leave some crop residue in the field to reduce soil erosion and evaporation and to control weeds. They diversify the species in rotation to increase the soil's resistance to pests and diseases. In this way, farmers reduce the number of pre-seeding operations. That has the added benefit of saving money on fuel and allowing more efficient and timely farm management. Conservation agriculture reduces erosion and makes farmland more fertile. When soil contains more soil organic matter, it packs like a sponge and holds nutrients in hundreds of thousands more liters of water per hectare. It's a challenge to change an age-old practice like tilling the soil. It's been done for generations, and it requires investment in effective herbicides, new equipment, and know-how. But the benefits of conservation agriculture can keep farms productive for new generations to come, with the lowest cost for adaptation and mitigation. يعني هذا كان ملخص الزراعة الحافظة، من كيف الزراعة بدأت من بدايتها لحتى يعني تم اللجوء إلى الزراعة الحافظة. بهذا الشكل نحن بنكون أنهينا محاضرة اليوم عن الزراعة الحافظة. تكلمنا عن الزراعة الحافظة، عن المبادئ الأساسية، عن أهمية الزراعة الحافظة، شو دور الزراعة الحافظة في المحافظة على التربة، وكيف يعني ممكن بتزيد الإنتاجية، بتساعدنا في زيادة الإنتاجية، وشو هي المبادئ الأساسية للزراعة الحافظة. بهذا القدر بنكون أنهينا محاضرة اليوم. إذا في استفسار أو سؤال يا شباب، سواء يعني هون بالمحاضرة أو في أي أمر ثاني، تفضلوا.